بعد ما ظهرت معانا الأسبوع اللي فات جالنا طلبات كتير جدا بتكرار فقرة تفسير الأحلام. ضيفتنا الجميلة مفسرة الأحلام أمل يوسف. حاليا احنا بيجي لنا مكالمات ورسائل. انا عايزه اقول لك من ساعه الحلقه لغايه يعني على مدار الاسبوع، من الحلقه للحلقه الحلقه للحلقه بيجي لنا مكالمات كتير ورسائل كتير لناس عايزين يفسروا الاحلام. امتى تريكي ما احكيش حاجه عن الحلم اللي حلمته، لان في انقسمت الاراء. لا انت لو حكيتي حلو الحلم هيتحقق، لا انت لو حكيتي الحلو اللي في الحلم مش هيتحقق. انا فين بقى منهم؟ بصي، اساسا لو انت عايزه تفسري رؤيه لازم حد واثقه فيه في الاول، وثانيا يكون فاهم. مش حد يعني، اذا كان سيدنا يعقوب قال لابنه سيدنا يوسف فيكيد لك كيدا، لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا الى اخر الايه. فاذا كان حد انت حاسه ان في خير او لا قدر الله في شر ما تحكيهاش لحد انت مش مطمنه له، تمام؟ حد بتثقي فيه ان هو عارف وبيحبك، او حتى ما تعنيلوش يعني. المهم انه مش حد بيكرهك. اوكي. ال- 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 الرؤى مش موكله بالانسان انها تتحقق. ممكن 30 حد يفسر لك الرؤيه زي ما حصل مع سيدنا يوسف فرعون لما حلم وقال افتوني في رؤياي وما تتحققش. التفسير الصحيح هو الذي يقع، ومش عشان فسرته هيقع وعشان ما فسرتوش مش هيقع. ناس فاهمة غلط، لأن في حديث ضعيف بيقول على رجل حمامة أو على رجل على جناح طائر أو حاجة كده، ده الحديث غير صحيح. ربنا مش مستني أفراد بشر يقولوا الحاجة فيبقى يقول خلاص تم. أنا باخدها بالمنطق ده. أوكي. لا ملهاش أي علاقة ده بتحقيق الحلم او الرؤيه او عدم تحقيقها، ان انا اقول لحد بس اتخير الحلم. اتخير اللي اقول صحيح. اوكي. وامتى ما احكيش الحلم؟ في حاجات بتبقى صعبه، تمام؟ مثلا انا ما بحبش اللون الاحمر. قبل معايا انا حلمت اني لابسه فستان احمر وحد عايز ياخدني وانا مش عايزه اروح، وصاحبتي حلمت لي في حاجه احمر وقريبتي حلمت لي بحاجه احمر، فاتاكدت الرؤيه على ان انا هعيا وانا فعلا عيانه، طلعت من حاجه لحاجه. اللون الاحمر ما بحبوش في الاحلام ابدا. الزلزال. الموت في الرؤيه ملوش دعوه بالموت في الحقيقه. ملوش دعوه. انت احساسك ان مثلا لو عندك حد عيان وحلمتي ان هو طلع من البيت اختفى، دي تخوف. لو حد عيان حلمتي حد عمل حادثه بالعربيه اتقلبت بيه، ممكن بس مش كتير، ممكن يكون له علاقة بالشخص ده بس مش دايما. لازم المفسر يبقى شايف كل الرموز ماشية ازاي. اوكي.